انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايزة اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، وإحنا تايهين، وإحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين، مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقاتنا عن ابن منيرة واسرار الكنائس. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو التناقض الواضح في مواقف ابن منيرة. احنا تابعنا الفيديوهات اللي عملها مؤخرا واللي فيها هجوم شرس على الرئيس السيسي وسياساته، رحومة مش سايب حاجة في البلد الا وانتقدها. بس الغريب والمثير للاستغراب انه في نفس الوقت بيطلع في فيديوهات تانية يشكر فيها الامن المصري اللي بيدعم كنيسة المتنصرين في الاسكندرية. طيب هنا السؤال المهم، ازاي واحد بيهاجم رئيس مصر بكل شراسة وقوة وفي نفس الوقت بيشكر الامن الوطني اللي هو تحت قيادة نفس الرئيس اللي بينتقده؟ هل ده يعتبر ازدواجية معايير ولا هو مجرد تناقض، ولا هو ماشي على خطى ابوه زكريا بطرس؟ والامن الوطني اللي رحومة بيشكره بياخد تعليماته منين غير من الرئاسة نفسها اللي هو بيهاجمها؟ المناصر ابن منيرة اللي هربان برا مصر استضاف شخص اسمه علاء العدل. الغريب ان الشخص ده اتهم رحومة انه نصب عليه وحرضه على قتل متنصرين علشان خلافات مالية بينهم، وطلع من فترة طويلة مع الاخ محمد نصيف وقال انه رجع للاسلام عن اقتناع تام وانه ندمان على اللي عمله. لكن اللي حصل بعد كده كان صادم. علاء العدل طلع مع رحومة وقال انه كان بيمثل على اهله انه رجع للاسلام، وكان غرضه هو الحصول على ميراثه من اخواته، وبعد ما اخد الميراث رجع تاني للمسيحية. والاقرب من كده انه بيوصل رسالة للناس اللي بتقول ان المسيحيين مضطهدين في مصر، وبيقول ان ده كلام مش حقيقي وانه عايش في ازهى عصور الحرية الدينية، لدرجة انه شكر الامن المصري وقال انهم سايبينهم في حالهم وعندهم حرية تامة. انتهى الامانة، انا بقولها وعلى ثقة، انا بشكر الامن المصري جدا 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 والحكومة المصرية، لان احنا عايشين في ازهى عصور الحرية الدينية، فعلا في ازهى عصورها. يعني هم راحوا للامن، راحوا للامن وقالوا انت متنصر والامن ما عاملكش معاملة وسخة، ما فيش اي حاجة. يعني هم حبوا يضروك فراحوا للامن قالوا ده متنصر وترك الاسلام، الامن ما خدش منك موقف نهائي. طب حاجة عظيمة، واحنا نهائي بامانة، والناس بكل احترام وبكل مودة. انا حتى لما عملت الفيديو بتاع شهر رمضان، حد اتصل بيا، بص اعمل اللي تعمله وامن باللي تامنه ماشي، بس ما فيش داعي لاثاره المشاكل. انا قلت لك الكلام ده، حد من الامن، يعني حد من مكان، من جهه ما، ايوه يعني من جهه ما، يعني رئاسه الجمهوريه الامن، يعني تعتبر جهه امنيه، جهه امنيه قال لك اعمل اللي انت تعمله، بس ما مش عايزين، واحنا مش عايزين مشاكل. وعلى غير العاده وعلشان هم مطمنين جدا طالعين من غير كمامه، على الرغم ان علاء العدل لما كان بيظهر مع رحومه في الاول كان دايما لابس كمامه. لو احنا في اي مشاكل معانا مش هنطلع احنا الثلاثه،
بشكلنا باسمنا باسمنا بكل حاجة ونطلع نتكلم بكل حرية. حاجة بابا ان احنا اخواتنا اللي بنطلعهم لابسين ماسكات حفاظا على عليهم من اهاليهم لو اهاليهم ما عرفوش على جيرانهم ممكن حد يضايقهم ممكن حد يضطهدهم. وطالما انتوا علاقتكم حلوة كده مع الامن المفروض تطلعوا المتنصرين اللي بتسموهم عابرين من غير كمامة، بس واضح ان اللي بتطلعوهم دول اصلا مسيحيين وخايفين حد يكشفهم. لما الامن ضايقك بعد اذنك اقول اذكر الواقعة دي ورحت وواجهتهم حد يقدر يعمل لك حاجة؟ لا هم انا هقولك على حاجة هم في الاخر قابلي بصي لو تعرضتي لأي مشكلة تعالي تمام. طيب هو مطلوب مننا نقل ادبنا على بلدنا ونقول الامن بيضطهدنا عشان نبقى والناس تاخد علينا بعض الناس اللي مش كويسين. واضح فعلا ان في تعاون كبير بينكم وبين الامن الوطني في الاسكندريه، ولكن يا ترى ايه سر العلاقه بين كنيسه المتنصرين وبين الامن الوطني في الاسكندريه؟ ده الكلام اللي حصل مع اساف ومع بوسي. الامن قال لهم كده، قال لهم انتوا محترمين عندكوا ايمان بتثقوا في ربكم وانا ما عنديش اعتراض. هو احترم الناس دي اللي طلعت، احترم نبيل. الامن قال لهم انتوا محترمين وعندكم ايمان وثقه في ربكم وما عنديش اعتراض وسيروا على بركه الرب في دعوتكم. وكمان ابن منيرة بيقول ان الامن احترم اتباعه واحترم المتنصر نبيل النقيب. وتعالوا نسمع رأي رحومة في الامن الوطني بالاسكندرية لما استضاف المنصرة بوسي تلميذة رحومة. بس الحاجة الحلوة قالوا لها لا انتوا مش خونة ولا رحومة خاين، دي الحاجة الحلوة دي من الامن، انتوا مش خونة. هم عارفين ان انا الاب الروحي ليهم لكنيسه المتنصرين للعابرين للعابرين اللي جنبينا الحقيقيين. قعدت 6-7 ساعات بوسي دي، يعني لو انا اخترت حد بيمثل بولس الرسول انا هختار بوسي. ده هم اللي كانوا خايفين منها، يعلم ربنا هم اللي كانوا خايفين منها. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ فيها المسيح يا جماعه، اعرفوه، حطوه فوق قلوبكم. ما يبقاش معاك المسيح وترتاح وتخرب. انا قلت شو يا باشا، انا مش عارف كده تاني يا باشا. عايزني اكفر خلاص، اشهد لا اله الا الله وانك عبد رسول الله. خلاص يا باشا مرتاح. يخرب حالك انت مسخره. دي على شويه وتحط صباعها في عينيهم تقول لي ايه ده الامن الوطني، ده احنا شفنا في الافلام بيعملوا ايه في الناس. اسكت يا كلب يا ابني، اسكت الله يخليك، اسكت خلينا نكمل. حتى الكلب مش عاجبه كلامك، وكمان بتقول له يا ابني انت حر، انت اضرب نفسك. ونرجع تاني لموضوع لقاء الامن مع الست بوسي. طبعا اول حاجة الامن الوطني قالها لبوسي ان انتوا مش خونة وعارفين ان رحومة هو الاب الروحي ليهم، وكانوا خايفين منها لدرجة ان شوية وتحط صوابعها في عينيهم. وده بيرجع لسببين، الاول انها بتمثل بولس رسول المسيحية، والتاني ان فيها المسيح. وعلشان كده الامن الوطني راضي عن سياسات رحومة وكنيسة المتنصرين بالاسكندرية. ولكن المفاجأة ان رحومة بينفذ اجندات وسياسات ابو زكريا بطرس وسياسات اللي بيوجهوه، واللي يقول له يمين يقول حاضر واللي يقول له شمال يقول حاضر. وانتوا عارفين المقر يقول لي مين اقول له حاضر، يقول لي شمال اقول له حاضر.
وبما انه اعترف انه بيتم توجيهه ومش بيتصرف من نفسه، عايزين نعرف ايه موقفه من رئيس مصر اللي بيقول عليه انه ظالم وكذاب. رسالة من المرتد محمد رحومة، العميد السابق لكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة المنيا والملتحق أكاديميا بجامعة الأزهر. والله العظيم حرامي، عاوز حاجة تاني؟ راجل هربان بعد ما سرق ناس، وهذا الحرامي كان في إحدى الجامعات، ليست الأزهر بالمرة، إنما طبعا ادعوا إن هو أستاذ في جامعة الأزهر، أستاذ الأزهر، وهو لا أزهر ولا شم الأزهر ولا عدى من شارع الأزهر. أنا بقول لحضرتك أهو، أنا محمد رحومة بأعلن إن أنا مسيحي من 20 سنة. صبحت الصبح على كلام حلو قوي في من مصر، الرئيس السيسي بيقول لو واحد قال لي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي هقبله وهقول له أنت حر في الأصل، في الأصل الدين هو حرية المعتقد، ولكن على مدار 90 سنة تم صبغ المجتمع بفكر متجدد محدد. هو عايز يقول ايه؟ حرية الاعتقاد. طب انا اصدقك يا ريس، اصدقك والسجون فيها متنصرين وانتوا بتحاربوا الناس اللي وبتقول ده ازدراء للدين؟ مش ازدراء يا ريس، احنا بنعرف الحق. مش انت قلت حرية؟ طب خليك صادق يا ريس، احنا بنحبك فعلا، احنا بنحبك وعايزين ونفسنا مصر دي تبقى احسن دولة في العالم، ولبنان عشان وسوريا عشان قطر الفداء، وكل العالم يا رب عايزينه حلو، بس انت يا رب الظلم اللي احنا فيه في مصر ده. وهل المسيحيين عايشين في ظلم في مصر؟ محدش يقدر يقول انه عنه حاجة تانية، ده ظلم يا بابا يسوع، ظلم، ظلم يا ريس انك انت تحكم الناس بدينها او تحكم الناس بآرائها، ظلم. انت النهاردة بتقول ان حرية الاعتقاد وهنعمله بند في الدستور، طب الغي بقى، الغي مصر دولة اسلامية، لا قول مصر دولة علمانية، اسلامية ليه؟ ايه اللي اسلامها؟ وطبعا الكلام ده بيجامل بيه المسيحيين علشان هم عارفين كويس سبب تنصره، وقول وحط في الدستور كل انسان له حق حرية العقيدة يختار عقيدته، قولها صح يا ريس، ولو عايز تثبت كلامك صح انا يعني هاجي مصر وهتكلم على انك انت لا تقول الا الحق، وهقول ان انا جاي عشان صدقت الرئيس، عشان الرئيس قال حرية العقيدة، يعني انا مش مرتد ومش هتقتل. قول ده يا ريس، اطلع وقول ده. انا بوجه لك رسالة الان، رسالة من المرتد محمد رحومة، بيطلب ان يرجع مصر في حماية السيسي. انا بقول لحضرتك اهو، انا محمد رحومة بأعلن ان انا مسيحي من 20 سنة، من 13 سبتمبر 2001، بعد يومين من سبتمبر 11. يا ريس اسمع صوتي، انا لما اعلنت ايماني بالمسيح شوهوني في اعلامك وبهدلوني وقالوا عني حرامي واختلس 150,000 جنيه، وان انا هربت بالثروه الكبيره دي، تصوروا 150,000 جنيه دي ثروه وانا هربت بيها وجيت امريكا، وامريكا اشترتني والاقباط اشتروني عشان اخون الوطن واخون الاسلام. يا رئيس اديني حقي، اديني حقي قدام العالم كله، اديني حقي، لو انا متهم بحاجه حاكمني قدام. عايز يرجع مصر بعد سقوط الحكم بمرور المده القانونيه. يا رئيس انت مش هتتحاسب، الا مش هتتحاسب حتى عن كل انسان عايز يعرف ربنا وانت حطيته في السجن، لا هتتحاسب يا رئيس. انا مصدقك وهديك فرصه انك ترد علينا، احنا انا عايز نفس المتنصرين اللي تحت الارض يطلعوا يشموا بس الهوا، يشموا الهوا.
هو في اصلا مسيحي بيدخل السجن في مصر علشان هو مسيحي؟ وهل الدولة بتعتقل المتنصرين؟ اذا كان هو بنفسه بيقول ان الامن في مصر بيخاف من المتنصرين. بس الحاجة الحلوة قالوا لها لا انتوا مش خونة ولا رحومة خاين، دي الحاجة الحلوة، دي من الامن، انتوا مش خونة، هم عارفين ان انا الاب الروحي ليهم، ده هم اللي كانوا خايفين منها. يا ريس احنا من 18 ل 20 مليون متنصر في مصر تحت الارض. وفين السجون دي اللي في مصر اللي بتشيل 18 مليون؟ العدد التقريبي طبقا لخبر منشور في عام 2021 هو 120 الف سجين، يعني العدد ما وصلش اصلا للمليون. كلامك ده هيطلعنا نشم هوا، هوا نضيف وانت تحمينا. وعلشان محدش يستجاب لطلبه بدأ يهاجم السيسي مؤخرا في فيديوهاته. انت الشيطان يا سيسي، بصراحة انت خدعتنا كلنا وضحكت علينا كلنا اتخدعنا فيك، مسلم مسيحي وطني بطيخ كلنا اتخدعنا فيك. يا مصر فوق، الجيش والسيسي ودوك في داهية، والرئيس رايح يكافح يحك في الحجر الأسود ويرجم إبليس، وإبليس موجود في مصر. انت رايح ترجم ابليس ليه يا رئيس؟ ما ابليس في مصر، ورايح تحك ليه في الحجر الاسود؟ ما الحجر الاسود ده يعني موجود في كل حته برضه، يعني ما ممكن تحك في حته تانية، ها؟ ورايح مش عارف، انت بتشجع المصريين يصرفوا فلوسهم وهم، ده انت وصلتهم للدرك الاسفل، ده انت خليتهم، كنت زمان نقول الناس دي على الحديدة، هم باعوا الحديدة، والناس دي حرام عليك، الناس دي، ده انت غليت الرغيف. ابو جرش حضرته بتعريفة، انا حضرته بتعريفة، وانا ما اتولدتش من قرنين مضوا، يعني الرغيف ابو كان بتعريفة، وصل كام دلوقتي؟ معرفش وصل جنيه ولا خمسة ولا خمسين جرش، معرفش، بس الناس تعبانة يا رئيس، حرام عليك، عشان يرجعوا يفطروا تاني، عشان يصبروا على الجوع والفقر والألم اللي انت عامله لهم، عاملين له تمجيد، قداس تمجيد في للقديس عبد الفتاح السيسي. عندك عبد الفتاح السيسي في سلام وعدل وجبروت، سلام وعدل وجبروت، ارضنا في سلام وعدل وجبروت، وليخضع له سائر البربر والأمم. أنا بحاول أغيظك زي ما أنا اتغاظت، أنا بغيظك، أنا بزيعه مرة واثنين وثلاثة، بغيظك، بقولك وصلنا للدرجة دي؟ يعني إيه بعمارة إيه هو قديس يعني؟ وينتمي للكنيسة الأرثوذكسية، إمتى يعني نصلي الرؤساء؟ إنما مش كده، ده كده رخص، ده كده قداسنا خلاص. الله، ده احنا بنبيع للي يدفع، هي وصلت لكده؟ احنا بنبيع للي يدفع، وهو دفع ايه؟ هو بيحطك تحت باطه بس، لانك انت اللي جبته رئيس، الاقباط هم اللي جابوا عبد الفتاح السيسي، هم اللي قادوا ثورة يناير، ثورة يونيو 30/6، هم اللي قادوها، وهم اللي فرضوا عبد الفتاح السيسي. الراجل يعني بيرد لهم الجميل بمجاملات، لكن الخطف شغال، تحقير ديننا شغال، الاستهزاء بمسيحنا شغال، خطف بناتنا، هدم كنايسنا، يولع في الناس وهي ماشيه عشان باشا عادل. انا ما قلتش حاجه يا باشا، انا مش هعمل كده تاني يا باشا، خلاص يا باشا.
كل ما الشيطان يجري، كل ما الراجل ينضف، كل ما الراجل يعمل حاجات حلوة، كل ما الراجل تحس بحلاوته وخوفه على مصر وخوفه على بلدنا وخوفه على الأقباط. انت الشيطان يا سيسي. بيحاول. انا شايف انه بيحاول. انا شايف انه يعني صور كتيرة بتأثر فيا من الراجل ده، يكلم الغلابة في الشارع، يزبر بخواطر الناس الغلابة المساكين، برغم الغلابة، برغم الجشع المنتشر في مصر، برغم الفساد اللي كتب برضه، لكن الرجل بيحاول. أنا أشهد أنه بيحاول. اسمع مني الحتة دي بقى. وأشهد أنه من أنضف رؤساء الدول اللي جمع لمصر. الجيش والسيسي ودوك في داهية. يا رب باركه، يا رب احميه من نفسه واحميه من الشياطين اللي حوالينه يا رب. اللي واضح قدامنا ان ابن منيرة عايش في تناقض كبير، من ناحية بيهاجم السيسي في فيديوهاته، ومن ناحية تانية بيشكر الامن الوطني اللي بيحمي كنيسة المتنصرين في الاسكندرية. ازاي ممكن يكون عنده هجوم على رئيس بلد وفي نفس الوقت بيشكر الامن الوطني اللي بينفذ توجيهاته؟ ده مش بس تناقض، ده قمة في الازدواجية في المواقف، وده بيأكد انه ماشي على خطى ابو زكريا بطرس اللي دايما كان بيتلون على حسب المصلحة. والاغرب من كده انه على الرغم من كل الهجوم ده رحومة بيحاول يرجع مصر في حماية نفس الرئيس اللي بينتقده، بيحاول يوهم الناس انه مضطهد ومظلوم. وفي النهاية عايز اوجه ليكم دعوة انكم تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، واستنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.